رحب بالمشاهدين او سلم على المشاهدين بس في هذا. حياك الله يا شيخ، انا انت والشيوخ كل ابوه ومتابعين ومشاهدين. حاتم الحربي، الرئيس التنفيذي لشركه عروق المدينه. احنا تاسسنا من 2016 كشركه الى اليوم هذا. اليوم احنا في مجال التمور خاصه في العجوه، فنحن نحمل على اثقالنا رساله كبيره جدا وصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم. احد اسباب الرزق ان تتقن العمل. أقول احد اسباب الرزق انك تتقن العمل. نعم، اتقان العمل. اتقان العمل. فنحن اليوم نحمل رساله كبيره على عاتقنا، ونسال الله ان يعيننا ويسددنا وان نطلع العجوه بالشكل الصحيح الذي نحب ان يراها اي احد من المدينه. اللهم يوفقنا. امين. نعم. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الاخوه الكرام، الكود الخصم على الشاشه لمن اراد ان يشتري من باكج عروق المدينه، فيشاهد الخصم على الشاشه، الكود موجود. تفضل. فاحنا اليوم قاعدين نسعى اليوم وبكره وكل يوم في قاعدين نتقدم ان نظهر العجوه بالشكل الصحيح بالشكل المطلوب. فاليوم حنا قاعدين يعني نتأسس إلى أن نوصل إلى العالم كله بالعجوة. طبعاً حنا لما دخلنا السوق حصلنا معلومات مغلوطة كثيرة عن العجوة. السلام. إن العجوة قاسية، العجوة الحبة تكون لونها حمراء، الحبة ما هي لينة. فاليوم حنا بنظهر لك يعني شوف العجوة، أتمنى لو أن الكاميرا تيجي شوف كيف الليونة تبع التمرة. فعندنا. فنحن نحرص جدا ان تطلع العجوه كلها من شركه عروق المدينه بالشكل الصحيح بهذا الشكل. لذيذه، طريه. طريه الحمد لله. لذيذه طريه. حاليه. الكاميرا عليك، وقف يدك شوي. رايدك رايدك فوق. المخرج. دعوه اتركوه انتم. دعوه. عرفت؟ فهذا اللي احنا نتوجه له في عروق المدينه. نعم. من خلال تجربتي انا، طبعا انا اعاني من الصداع بشكل مستمر. فهذه المعلومة أنا أراهن عليها، إذا الشخص استمر على أكل العجوة كل يوم بشكل مستمر بانتظام، إن الصداع يختفي خلال شهر كامل. فالحمد لله من يوم استمرت على هذا الشيء أنا ما عاد قد حصل للصداع. تأكل تمرات معينة عدد سبع أو أقل أو الأسئلة بعدين خليها يستمر. الصراحة حنا ناكل العجوة والله إن أكثر من سبع حبات بشكل مستمر، لأنه موجود عندي في المكتب، في المزرعة، في كل مكان. ونسأل الله أن يوفقنا ويعيننا. آمين. الله يرضى عليك. يكفي هنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق على الهوى، من تصبح أو بسبع تمرات من عجوة المدينة، من عجوة المدينة لا يضره سحر ولا سم.